ساندوا وشجعوا أبطالنا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونيا التركية. أسعد مساء المشاهدين وأهلا بكم في الكابتن. التجمعات الرياضية والدورات القارية والإقليمية دائما ما تكون الفرصة والملاذ لباقي الرياضات لشد الانتباه من الألعاب الجماهيرية أمثال كرة القدم والسلة وغيرها، فهي الدورات التي تشهد ولادة النجوم وظهورهم للأضواء بعد سنوات في الظل. واليوم تنطلق النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والمشاركة الأردنية حاضرة كالعادة. في النسخة الخامسة يتواصل الغياب للألعاب الجماعية للرياضة الأردنية، ويبقى الاعتماد على الألعاب الفردية التي تنوعت وسيطرت أيضا وتوسعت في مشاركتها مع بقاء الألعاب القتالية المشاركة دوما. فنملك المواهب بالجمباز والمبارزة والسباحة والرماية وغيرها من الرياضات. فهل تطورت فعلا الألعاب التي لم تكن تحصد الميداليات سابقا؟ ونتائج التضامن الإسلامي كيف سنقرأها قبل الإعداد لأولمبياد باريس؟ دورة التضامن الإسلامي سنقلب أوراقها في الكابتن هذه الليلة، وسنسلط الضوء على المشاركة الأردنية بجوانب مختلفة. أسئلة: ماذا نريد من هذه النسخة؟ وهل دورة التضامن تعد طموحا للاعب في سلسلة مشاركاتها الرياضية؟ وكيف يمكن أن نسوق رياضيين في كافة الألعاب ليكونوا نجوما خلال المشاركات العالمية؟ الكابتن سيسلط الضوء على هذه المشاركة الأردنية. نستلم الشارك العادة وبسم الله نبدأ. دورة التضامن الإسلامي وجهة الرياضة الأردنية هذه الأيام لإحدى عشرة رياضة سيتنافس فيها رياضيو الدورة على ميداليات الألعاب المختلفة. أما حاضنتها فهي مدينة قونيا التركية مستضيفة للحدث الذي يقام بنسخته الخامسة. الأردن ينشد خلال دورة قونيا منصات التتويج ويعول على ألعابه الفردية القتالية وتحديداً التايكواندو والكاراتيه، منتظراً مفاجآت سارة من ألعاب القوى والجمباز والرماية ورفع الأثقال والمبارزة، مع ترقب لمشاركة كرة السلة الثلاثية بأن تقدم نتائج متطورة. المشاركة الأردنية انطلقت صباح الاثنين بألعاب القوى، فيما يتبعها بداية المنافسة للتايكواندو الثلاثاء، وهو ما يتزامن مع وصول باقي أفراد البعثة لباقي المنتخبات. الألعاب الجماعية باتت الغائب الأبرز عن المشاركات الأردنية في الدورات والبطولات العالمية، وذلك لأسباب مالية أو لصعوبة تأهلها للدورات التي تحتاج إلى تأهيل. دورة التضامن تعتبر من الدورات الهامة للرياضة الأردنية، ولكن يجب على رياضتنا التركيز على المشاركة بأعداد أكبر من أجل رفع حصيلة الميداليات، بالإضافة لكونها فرصة كبيرة للإعداد لأولمبياد باريس 2024.
إذن مشاهدينا، حلقتنا لهذه الليلة سنخصصها للحديث عن المشاركة الأردنية في دورة ألعاب تضامن الإسلامي، والتي انطلقت هذا اليوم في مدينة قونيا التركية، وسيكون الافتتاح الرسمي لها مساء غد الثلاثاء. أرحب بضيوفي في الاستوديو مع المدرب الوطني هيثم أطليب، مدرب منتخب 3-on-3 لكرة السلة والذي شارك في هذه الدورة. مساء الخير كابتن هيثم، وشاكر جدا حضورك، يعني بعد قليل راح تسافروا. هلا احنا كمان ساعة ان شاء الله راح نتوجه على المطار للتجمع، ومن ثم توجه على المطار. المغادرة اي ساعة؟ ساعة 2 المساء. وتروحوا فجرا وتذهبون الى اسطنبول، وبعدين راح نضلنا باسطنبول 6 ساعات، وبعدين راح نتوجه على قونيا ان شاء الله. على قونيا اتوقع ساعة ونص بالطائرة. بالضبط ساعة ونص. ان شاء الله بالسلامة ان شاء الله. ايضا ارحب من تركيا من قونيا، ارحب بالاستاذ ناصر المجالي مع حفظ الالقاب، امين عام اللجنة الاولمبية الاردنية. اهلا وسهلا بك استاذ ناصر، نور. اهلين حبيبي مهند كابتن، واهلا كابتن هيثم، اهلا بارك. اهلا وسهلا بك. طيب اليوم بستنوك كابتن هيثم. طيب كابتن هيثم، ابدا معك. دائما بنحكي كرة السلة 3-on-3، شفناها عم بتشارك في بعض المسابقات القارية، ولكن هناك مشاركة. الآن بدنا نسألك كيف التحضيرات، لأنه هل هي مشاركة من أجل المشاركة، ولا فعلا حاطين في بالنا هدف لتحقيقه، يعني حصد ميداليات؟ حاب أسمع منك أول شيء بداية عن التحضيرات وعن هذا المنتخب. أنا هي كلعبة بـ 3-on-3 بالباسكتبول، الاهتمام عم بتزايد عليها شوي شوي، وهي لعبة أصبحت هلأ عالمية، وبالأولمبياد عم نشوفها هاي اللعبة. بل إحنا هلأ عم نعمل إلها بلان، عم نجهز فيها هاي البطولة، وحتى عم نشتغل على اللونج تيرم لل 3-on-3. تجهيزنا لهاي البطولة راح تكون إحنا بصراحة ننافس على البطولة، مش فقط للمشاركة. حتى ببطولة سنغافورة اللي طلعناها بطولة آسيا 3-on-3، تم اختيار لعيبه للمشاركه فيها. بعدين احنا هلا درسنا شوي ايش كيف على اللعبه عم تتطور، وايش عم تحتاج، وايش بدها. فعملنا شوي، استدعينا لاعبين اخرين للمنتخب الوطني، وهلا عم نشتغل عليها للمنافسه اكثر ما نشارك فيها. طب انت مدرب وما شاء الله يعني دربت العديد من الانديه في بطولات كره السله المحليه، ولكن سؤال من حديثك، كيف بتم انتقاء اللاعبين؟ يعني نفس لاعبين الـ 5-on-5 ولا 3-on-3 متخصصة أكثر؟ ولماذا لا نشاهد لاعبين متخصصين في هذه اللعبة؟ هلا هي الـ 5-on-5 ممكن يكون عندك لاعب مميز بالـ 5-on-5 ما بيناسب إنه يلعب بهاي لعبة الـ 3-on-3. لعبة الـ 3-on-3 اللعيبة لازم يكون لها مواصفات معينة ولها مهارات معينة. يعني هذه اللعبة بتحتاج إلى، بدها سرعة ومهارات عالية، بدها لعيبة بيقدروا يدافعوا برا وبيدافعوا تحت السلة، لأنه هم عبارة عن 3 لاعبين، فلازم يكون في إلها خيارات معينة من اللاعبين. في لعيبة ما بيقدروا يدافعوا برا، بس بالفايف ان فايف بزبطوا إنه في هاي المرحلة يعملوا إشي معين يوقفوا هاي الشغلة. هلا اللعيبة اللي بدك تختار هاي اللعبة، حتى الأنماط أو العادات الدفاعية والهجومية اللي بتعودوها بالفايف ان فايف تختلف عن 3-on-3. زي القدم، يعني اشبه لك اياها، بيلعب خماسي مش زي بيلعب 11. بتلاقي في لعيبه مميزين بلعبه الخماسي، بس لعبه ال11 بكون مثلا غير. فهي هاي ال3 اون 3 بتكون مواصفاتها شوي اللعيبه تختلف عن ال5 اون 5، يعني فيها السرعه، الطول مطلوب في هذه. أكيد. طيب بدي انتقل للاستاذ ناصر المجالي. قبل ما احكي اسماء اللعيبه 3-on-3 ونحكي عن، حكينا عن الانتقاء، لكن بدي اشوف الالعاب الثانيه. قبل الدخول بتفاصيل المشاركين في هذه الدوره، لاحظنا انه الالعاب الجماعيه، وبدنا نستثني شوي 3-on-3، الالعاب الجماعيه غائبه عن المشاركه في دوره العاب التضامن الاسلامي، رغم ان البطوله لا تحتاج الى تاهيل. ما هو السبب استاذ ناصر؟ لا، هو اول شيء بدنا نبلش بانه 3-on-3 هي احدى الرياضات الجماعيه
اللي نحن عم نهتم فيها ومهتمين فيها اتحاد كرة السلة. طبعا أنا كنت رئيس للجنة 3-on-3 لفترة، فكان بحب أحكي أكثر على اللي عم بحكيه الكابتن، بس هو غطى معظم النقاط الرئيسية. هلأ بالنسبة للرياضات الجماعية الثانية، نحن حكي أول إشي 5-on-5 نفسها مش موجودة، كان منحب أن فريق المنتخب الوطني كمان لكرة السلة كاملا يكون مشارك، ولكن اللعبة مش موجودة في هذه الألعاب. الجزئية الثانية كان بدنا نشارك بكرة القدم، وتناقشنا مع وتراسلنا مع اتحاد كرة القدم، وكنا بصدد تسجيل المنتخب في بداية العام، ولكن لسوء الحظ الفترة الزمنية كانت غير مناسبة للمنتخب اللي كان منتقى لأنه يشارك في هذه البطولة، وكمان كان يعني فهذا الإشي الأساسي. وكنا بدنا نشارك حتى في الأسياد في فريق كرة القدم، ولكن لسوء الحظ تأجلت. ففعليا في عنا منتخبات موجودة في الرياضات الجماعية، وبرأينا هي جاهزة للمشاركة في مشاركة زي في دورة زي دورة التضامن الإسلامي، ولكن لسوء الحظ ما زبطت بأننا نقدر ننسقها ما بين المنتخبات اللي كان بدنا إياها تشارك وهذه الدورة. طيب اليوم بدأت المشاركة الأردنية بألعاب القوى عن طريق علي بشناق وأيضا بلال ذياب 100 متر بكلا المنافستين، كيف شاهدت هذه البداية وأدائهم خلال أولى المنافسات بالنسبة لألعاب القوى فيما يخص يعني سباق السرعة؟ شوف كابتن مهند، انت بتعرف ان نحن ام الالعاب بنحب ان نشوفها بمشاركات اكبر فاكبر في الدورات اللي بنشارك فيها. هلا الدورات اللي بنشارك فيها ان كنا عم نحكي باولمبياد ولا باسياد ولا في التضامن الاسلامي، في دول كثيره بتشارك بلاعبين من يعني من مستوى اولمبي. يعني اليوم شفنا بعض اللاعبين اللي عندهم ميداليات اولمبيه مشاركين في العاب القوى، فالمنافسه منافسه عاليه جدا. فنحن اليوم بمشاركتنا بالعاب القوى عم نحاول ان نرجع ندخل ام الالعاب للدورات، ونبدا نبني في يعني أمل المشاركة في هذه الدورات للاعبين هذه اللعبة، ونبلش نفرجي بوين يعني ندرس وين مستوانا الآن عشان نبني من هناك. زي ما أنت بتعرف في المشاركة الماضية في التضامن الإسلامي وفي نقاشات ما بيننا كمان، نحن بنستخدم التضامن الإسلامي كألعاب عشان نبدأ منها ندرس مين اللاعبين اللي بنقدر نشارك فيهم في رياضات مختلفة عن الرياضات اللي عم نشارك فيها وعم ننافس فيها في الأولمبياد اللي عم نأهل، والألعاب العالمية اللي عم نأهل. يعني أستاذ ناصر، هي محطة إعداد هي مع القدرة على تحقيق الميداليات وزيادة الغلة عن النسخ السابقة، لكنها في النهاية هل أفهم من كلامك أنها يعني محطة إعداد بمنافسات قوية؟ هي محطة مهمة لأنها صعبة، لأنها مش سهلة. أنت عندك بالعادة 57 دولة مشاركة فيها، و57 دولة كل دولة بتقرر، في منهم بيجيبوا الفريق الأول، في منهم بيجيبوا الفريق الثاني، في منهم الفريق الثالث عندهم زي يعني من مستويات عالية. فهي كل دولة عندها سياسة مختلفة واستخدام مختلف للتضامن الإسلامي. بالنسبة لإلنا فادتنا كتير في الدورة السابقة بإننا نقرر مين الرياضات الأساسية اللي عندنا فيها أبطال جاهزين للمشاركة في الأسياد وجاهزين لمحاولة التأهل للأولمبياد، ومنها بصير شكل الاستثمار اللي نحن بنستثمره. زائد في رياضيين شبه جاهزين ولكن لازم يبلشوا ياخذوا خبرة في المشاركة بالدورات. انت بتعرف كابتن مهند انك تشارك بدورة غير عن انك تشارك في بطولة لرياضة معينة، كثير يختلف كل الشعور. فانت ما بتقدر لما يشارك عندك لاعب ان كان في الاسياد او كان في الاولمبياد تكون اول مشاركة له في دورة، دائما لازم يكون على الاقل مجرب الدورات، لانها تختلف تماما حتى في طريقة المشاركة، أعداد المشجعين وأنواع الخدمات اللي موجودة لهذا اللاعب في القرى الأولمبية أو القرى في هذه الدورات. تمام. كاميرا المملكة موجودة كانت وما يعني مع البعثة الأردنية، وتابعت استهلال ألعاب القوى المشاركة الأردنية بسباق 100 متر. ودع العداء بلال أذياب الدورة بعد حلوله سابعا، فيما خرجت العداء علي بشناق مبكرا أيضا بعد أن حلت بالمركز الخامس في التصفيات. هذا وستبدأ التايكوندو الأردنية يوم غد المنافسات، حيث من المنتظر أن تكون قد سحبت القرعة قبل قليل واتضحت معالم المنافسة.
لندن 2014 آسيا ويندلج. Çıkış verildi. Yarış başladı. 7 numarada Simay Özçiftçi yarışıyor. Gayet iyi çıktı Simay. Simay yarışmanın lideri. Simay çok iyi gidiyor. Ve Simay kazanıyor. إذن كانت هذه اللقطات من مشاركة علي بشناق وأيضا بلال الذياب في سباق 100 متر خلال هذا اليوم. كاميرا المملكة وأيضا مراسل المملكة زيد أبو صوي متواجد في قلب الحدث لمتابعة مشاركة كافة لاعبين في كافة أفراد البعثة الأردنية. كان هناك لقاءات مع علي بشناق وأيضا مع المدرب. خلينا نستمع ماذا قالوا. تمنيت زمن احسن، كانت الانطلاقه بطيئه بس الزمن لا باس، يعني نفس زمن اللي عملته قبل سنه 12.01، يعني 200 سباق المفضل، فمتحمسه كثير وان شاء الله تشوفوني بترتيب احسن. اليوم شاركت البطل علي ابو شناق في سباق 100 متر تصفيات وايضا البطل بلال دياب. نتائجهم كثير كويسه الحمد لله، يعني علي حافظ على زمنها اللي عملته السنه اللي فاتت، وان شاء الله هي سباقها المفضل 200، وزي ما بتعرف هي بتلعب 200 و400، وان شاء الله يعني بال 200 راح يكون زمنها احسن وترتيبها احسن ان شاء الله. هي للاسف ما تاهلت للفاينل يعني بفارق بس اجزاء، بس ان شاء الله بال 200 راح تكون افضل ونتيجتها احسن. اما بالنسبه للبطل بلال فاليوم الحمد لله كان على الموعد زي ما بيحكوها وعمل رقم شخصي، وبتهيألي يعني قرب كثير على الرقم الاردني، عمل 10.59، رقم قوي جدا هذا الرقم. دخلوا بترتيب يعني الابطال العرب المميزين. انا ركضت اليوم 100 متر والحمد لله ظبطت، جبت 10.59 وهو البيرسونال بيست هسه، وان شاء الله بجيب رقم كويس بال 200 متر. إذن مستمرين معكم مشاهدينا ومع ضيوفي كابتن هيثم وأيضا أستاذ ناصر من قونيا، مدينة قونيا في تركيا. راح نتحدث عن بقية الألعاب وأيضا راح نركز شوي على 3-on-3، عن أسماء اللاعبين ومقدرتنا على تحقيق أو المجموعة التي وقعنا فيها مع قطر، وراح نحكي فيهم. لكن فاصل قصير مشاهدينا ولنا عودة إن شاء الله، تفضلوا البقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. الحديث متواصل عن المشاركة الأردنية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ورحب مجددا بضيوفي كابتن هيثم طليب وأيضا بعد قليل كابتن ناصر المجالي. كابتن هيثم، بنتحدث عن المجموعة التي توقع فيها الأردن، هي قطر، سنغال، ليبيا، فلسطين. بحكم خبرتك وما بعرف التقينا مع هذه الفرق من قبل، ولكن ما هي حظوظنا؟ هي بطولة 3-on-3، الفرق اللي فيها بتكونش معلومه لكل الفرق اللي يعني احنا ما بكون معلومين مين بده يلعب معنا. فلما نلعب مع هاي الدول مش زي الـ5-on-5 بتكون في جيمات لهم قديمه بتقدر تحضر لهم، بتقدر تتابعهم، متخطط كيف بدك تلعب ضدهم. هلا هاي الـ3-on-3 هي لعبه متغيره، بيقلبوا الفرق كثيره، لعيبتهم مش بيلعبوش 5-on-5، فما بتقدر تحضر لهم كثير زي الجيمات هاي لما يلعبوا 5-5. فقطر بعرف هي من الدول اللي بتشتغل على 3-on-3 كشيء زي الـ5-on-5، يعني فاصلينها عن الـ5-on-5. السنغال ما عمرنا لعبنا معهم. فلسطين شفتهم ببطولة آسيا، فريقهم كتير منيح. وليبيا ما عمرنا لعبنا معهم 3-on-3. فهي هاي الدول اللي مشاركين لعيبة ما بيعرفوا بعض لسه، تتعرف عليهم بخلال البطوله لما تشوفهم هنا. طب احكي لنا اسماء لاعبتنا، انا موجودين عندي الاسماء، لكن حاب اسمعهم منك وثقتك في هؤلاء اللاعبين الاربعه. هلا احنا عندنا احمد حسوني هو معنا بالفريق، ونادر احمد، وغيث الفرج، وخالد ابو عبود. هدول الاربع لاعبين اللي احنا اخترناهم بعد ما عملنا تصفيه للاعبين، واخترنا هدول المنتخب اللي هم راح يمثلونا في هاي البطوله.
في كان كلام عن التحاق سابقا للاعب قادم من امريكا اردني كيدن ما بين الفايف اون فايف ولا ثري اون ثري بالضبط. هو كيدن نجداوي لاعب موهوب لاعب مميز عنده قوة بدنية خاصة باللعب تحت السلة لاعب يعني كتير أجريسيف بالملعب أخذناه معنا ببطولة 3 on 3 كان هو عبارة عن قوة لنا في البطولة هاي هلأ ودوه على الفريق الفايف on 5 هم محتاجين هلأ بالفترة الحالية في الويندو اللي جاي واللي بتأهل لكأس العالم فإحنا في هاي المرحلة درسنا نعمل شوي بالانس لما طلع كيدن واستدعينا اللاعبين الجداد معنا طبعا عبيد كمان عنده إصابة لما لعب معنا بسنغافورة نعم فإحنا غيرنا شوي بشكل الفريق يعني نعم طيب بدي أنتقل لتركيا أجدد ترحاب بناصر المجالي لكن أستاذ ناصر بدي أتركك شوي أنت موجود معنا لآخر الحلقة لكن بدي ينضم لنا عبر سكايب مع نجم منتخبنا الوطني الجمباز الكابتن أحمد أبو سعود صاحب الإنجازات المحلية والخارجية مساء الخير كابتن أحمد مساء الورد أهلا فيكم اهلا وسهلا يعطيك الف عافيه كابتن انت من ابرز المرشحين للمنافسه على الميداليات خاصه بعد تتويجك الشهر الماضي بذهبيه جهاز حصان المقابض في بطوله اسيا التي اقيمت في قطر واحتفظت باللقب للنسخه الثانيه على التوالي بدنا تعطينا كيف هي الاستعدادات اللي بعد بكره بعد يومين يوم العاشر تحديدا من الشهر الحالي ستبدا التصفيات الحمد لله والله يعني وصلنا على التمرينات على طول الهمة عالية ومستعدين إن شاء الله للمنافسة المنافسة قوية في بلاد جاي يعني من المستوى القوي بس الحمد لله إحنا مستعدين إن شاء الله إن راح نكون قدها ونفرح الأردن بإشي مميز إن شاء الله كابتن إيش الهدف الموضوع لك وما هو الطموح من خلال مشاركتك في هذه الدورة هلا الحمد لله الهدف أكيد على الذهبية إن شاء الله إنه ما بناخذ أقل منها وأنا أول مرة بشارك في الألعاب كثير الوضع حلو وهيك بشجع ومميز يعني فإن شاء الله إنه تكون هون هاي المحطة نجيب فيها ميدالية كثير كويسة ونجهز البطولات العالم اللي جاي إن شاء الله كابتن أحمد عم تحكي لنا يعني عم بثقة عم تحكي لنا الحصول على الذهبية إن شاء الله وقبل أسابيع قليلة حصلت على الذهبية للسنة الثانية على التوالي وين عم بتشوف الجمباز الأردنية في مصاف المسابقات القارية والدولية الجمباز بصراحة ما كان دائما هدف قوي للأردن للمشاركة لكن بس إجيت أحمد أبو سعود ومن زمان ياسمين خير كانت وفي عنا لاعبات ولكن أحمد أبو سعود نقلتنا إلى مكان آخر في هذه الرياضة الحمد لله بدي أول إشي أشكر الاتحاد الأردني للجمباز هو الأميرة رحمي على دعمهم إلي الحمد لله بعد التجهيزات والتمرين والإصرار وتوفير المدرب الجيد تطور مستوانا بطريقة كثير منيحة والحمد لله إنه قاعدين بنطلع على أي بطولة عم نقدر نقدم إنجاز كثير مميز وكثير قوي هلا أنا بشوف الحمد لله الجمباز الأردني عم بيكون جنب مستوى العالم كله ما في إشي صعب ما في حدا أقوى منا إن شاء الله وإحنا عم نجهز حالياً للتأهل للأولمبياد من السنة الجاي ببلش فالهمة كثير عالية ومستوانا إحنا ما بنبعد عنهم ولا إشي وبحب أشكر اللجنة الأولمبية على دعمهم إلنا برضو هذا الإشي عم كثير يساعدنا نحسن مستوانا ونطلع لليفل لسه أحسن من اللي إحنا هلا فيه الحمد لله رب العالمين نعم طيب ابقى معي كابتن أحمد بدي أنتقل تركيا برضو جنبك جارك أستاذ ناصر المجالي أستاذ ناصر يعني عم نشوف إحنا سمعت أنت اللاعبين وأيضا سمعت المدربين وألعاب مختلفة تحدث 3 on 3 والآن في جمباز كيف يتماشى ذلك مع الخطة التي وضعتها اللجنة الأولمبية أنت البطل واللاعب تجهيز اللاعب الأولمبي ماشي بنفس الاستراتيجية اللي شغالين عليها ولا طلعتوا عنها لا ماشيين طبعا مع نفس الاستراتيجيه بس هلا بدي احكي لك شغله نحن كلجنه اولمبيه استراتيجيه الوطنيه للرياضه كان فيها اجزاء مختلفه نحن خلصنا المرحله الاولى ودخلنا في مرحلتنا الثانيه المرحله الثانيه فيها توسيع لقاعده الرياضه الاردنيه هي
توسيع للمشاركة ما بين اللجنة الأولمبية والمؤسسات المختلفة عشان ننهض في الرياضة داخل الأردن ونبدأ ننزل أكثر من مكان خلينا نحكي الرياضيين في الهاي بيرفورمانس ونبدأ ندخل أكثر للرياضة في اتجاه الرياضة في المدارس. هلا عشان تعمل هيك في كتير رياضات كمان لازم تبدأ تتفاعل أكثر في أمام الشباب الأردني أمام الطفل الأردني كمان عشان يبدأ يشوف قد إيه إنه في أكثر من رياضة بيقدر يدخل فيها أي أردني طموح بإنه يدخل في هذه الرياضة ويوصل فيها لمستوى المنافسة. أنت كنت هلأ عم تحكي مع بطل من أبطالنا اللي هو لليوم إذا بدك إذا بتيجي بتسأله أظن إنه ما شارك في أي دورة مع اللجنة الأولمبية ولكن شارك في بطولات ووصل لذهبية آسيا. فلذلك اليوم لازم تفتح وتعطي مجال للاعبين اللي مثل أحمد أبو سعود عشان يكون في عنده مشاركة ويبدأ يدخل في الاستعدادات اللي بده يدخل فيها السنة الجاية للتأهل لأولمبياد طوكيو وإن شاء الله لأولمبياد باريس وإن شاء الله في أولمبياد باريس حتى هيبة المكان تكون متعود عليها ما بين مشاركته في التضامن الإسلامي مشاركته في الأسياد ومن ثم إن شاء الله مشاركته في الأولمبياد عشان إن شاء الله يقدر يحقق أكثر ما بيقدر يحققه وإن شاء الله الميدالية في الأولمبياد للاعبنا أحمد وللاعبين التانيين في الرياضات الأخرى. طيب بدي أنتقل لأبو سعود مجددا. سامعني أحمد؟ تمام. أحمد الآن بالتأكيد يعني حكيت لي أنه هذه أول مشاركة في دورة مثل ألعاب تضامن الإسلامي، بدنا نشوف المشاهدات الموجودة لدي قبل انطلاق الدورة من حيث المنافسة، كيف أعطتك الشعور بدورة عم بيشارك فيها عدد أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات وأيضا ألعاب متعددة؟ أحمد سامعني؟ الحمد لله. نعم. معك. نعم. الطريقة اللي معمولة فيها البطولة بتختلف كلياً عن بطولات اللي إحنا بنشاركها مثل آسيا وبطولات كأس العالم، فهو إشي كثير غريب كثير مميز. عدد اللاعبين اللي هون من جميع الدول من جميع الرياضات عم بيخليني أتعرف على ناس جديدة أدخل بالجو هذا، فهو فعلاً حافز جيد للسنة الجاية إن شاء الله. أتمنى لك إن شاء الله توفيق أحمد أبو سعود مع انطلاق المنافسات يوم بعد غد إن شاء الله. كنت معنا ضيفا عبر الكابتن ناش، نطول عليك، شكرا جزيلا لك. وأيضا كابتن أهلا وسهلا بك. وأيضا كابتن هيثم برضو إحنا بدناش نأخرك، عارفين إنه في عندك تجمع الآن للذهاب إلى المطار. في النهاية 3-on-3 أنتوا مسافرين، اجتمعوا فيكم اللجنة الأولمبية قبل السفر، اجتمعوا بكل الوفود. الرسالة الرئيسية اللي كانت موجودة من اللجنة الأولمبية أثناء المشاركة بصراحة، سيبك من أستاذ ناصر مجالي هلا بقول لك مشاركة مش مشاركة بعدين بقول لكم ليش ما جبتوا ميدالية، لا هو انتوا ايش كان مطلوب منكم؟ هو بصراحة اجتمعوا معنا اللجنة الأولمبية ووجهوا لنا كل الدعم وعطونا وحمسوا كل اللاعبين والشباب وإنهم يمثلوا الأردن أحسن تمثيل، طب سواء بالإنجازات أو حتى لو بدون إنجازات بس لازم يمثلوا البلد بطريقة تكون تمثل الثقافة تاعتنا والحضارة تاعتنا. حرام دعمونا دعم كامل، دعمونا بكل الإمكانات، ما أصروا بشيء. أستاذ ناصر المجالي التحضيرات كانت على قدم وساق بالنسبة لك، راضي عن التحضيرات ما قبل السفر؟ بصراحة وفروا لنا كل شيء، ما كان شيء بنقصنا يعني بصراحة من خلال التدريبات حتى هلا بالسفر بكل شيء. بالعكس احنا هلا هم عملوا كل اللي عليهم وان شاء الله احنا نحاول نأدي الرساله ونأدي نعمل الشيء الكويس للبلد لنا ان شاء الله. كابتن هيثم طليب نتمنى لك انت وكادر اللاعبين معك في 3-on-3 بالتوفيق في هذه البطوله، ان شاء الله متابعينكم من خلال مراسل اي شيء بدكم اياه هي موجود زيد ابو صوي زميل. استاذ ناصر ابقى معي، انت موجود على الحلقه اخر الحلقه، لسه في كلام كثير نحكي معك بقيه الالعاب. اذا مستمرين معكم مشاهدينا في حلقه الكابتن الجزء الثالث والاخير، ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا في الجزء الثالث والأخير من حلقة الكابتن لهذه الليلة. نواصل الحديث عن المشاركة الأردنية بدورة ألعاب تضامن الإسلامي في قونيا، والحديث دوما مع ضيوفنا من قلب الحدث مدينة قونيا في تركيا. مباشرة إلى قونيا في تركيا مع المدرب الوطني، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة، كابتن يحيى أبو طبيخ. مساء الخير كابتن. مساء الخير كابتن. أهلا وسهلا بك كابتن. المصارعة الأردنية بماذا تشارك في هذه الدورة؟ بدنا نعرف المشاهدين على عدد وأسماء اللاعبين المشاركين وأنواع أيضا المصارعة، التي أنواع الألعاب في المصارعة اللي راح يشاركوا فيها إن شاء الله. تمام كابتن. إحنا مشاركين كابتن في لاعبين، لاعب مصارعة حرة ولاعب مصارعة رومانية. لاعب مصارعة حرة أرز وشاميل، وزن 74 كيلو. نعم. ولاعب المصارعة الرومانية سلطان علي ضامن، وزن 82 كيلو. طب ليش اقتصرتوا فقط على لاعبين؟ شاهدنا يعني في دوري كان موجود قبل فترة، والمصارعة بدأت بوضع استراتيجية على المدى الطويل، يعني كنا نتوقع مشاركة أكبر، ليش فقط لاعبين؟ والله احنا كنا مقدمين بالنسبة للمصارعة الرومانية كنا مقدمين 3 لاعبين، بس للأسف صفر بالأخير على لاعب واحد، يعني اللي هو البطل سلطان علي. والسبب؟ ما بعرف، يعني أنا السبب يمكن أنه أفضل إنجاز سلطان كان موجود، يعني بتدوروا على ميداليات. أكيد طبعا يعني. طيب كابتن، المصارعة بالتأكيد يعني بطولة أو دورة ألعاب تضامن الإسلامي كما قرأنا وكما تابعنا في السابق من البطولات أو الرياضات اللي فيها منافسة شديدة، كونه دول التضامن الإسلامي في يعني شاطرين ومهرة في بطولة أو في ألعاب المصارعة. حدثنا عن يعني حظوظنا في هذه المشاركة والقرعة إذا طلعت. كابتن احنا بالنسخه اللي صارت باذربيجان في عندنا لاعبين لعبوا على ميدالية برونزية، اللاعب احمد داشان واللاعب مصطفى القاضي، يعني كانوا قريبين من تحقيق ميداليات فيها. يعني لنا يعني حظوظ فيها ان شاء الله، وان شاء الله البطل سلطان علي والبطل ارز وشاميل يكون حظوظهم بالبطوله هي افضل ويحققوا انجازات ان شاء الله. هسه بالنسبه للتضامن الاسلامي، بطوله طبعا قويه جدا لانه بتضم عدد كبير من دول اسيا، انت بتعرف دول آسيا في المصارعة قوية جدا، وبرضه كمان من دول أوروبا اللي هي تركيا وأذربيجان، هذول الدولتين يعني مميزين جدا في المصارعة سواء المصارعة الرومانية أو المصارعة الحرة، فيعني صراحة المنافسة راح تكون صعبة يعني مش سهلة، بس إن شاء الله يعني شبابنا بإذن الله إنهم قدها إن شاء الله. إن شاء الله. بدأ أذهب مباشرة أيضا لأستاذ ناصر المجالي من تركيا. أستاذ ناصر، يعني سمعته قال كان في 3 لعيبة صاروا لاعبين، ليش ما أخذتوا الثالث؟ خليه يشارك ودعوه يعني يختلط باللاعبين وفي القرية الأولمبية. لا، عشان ياخذ على أجواء المنافسة، لأن بصراحة لا، المشاركة في مثل هذه التجربة وهذا التجمع الكبير بحد ذاته خبرة للاعبين للقادم. بكرة بدنا نطلع على أولمبياد باريس، ولا بدكم ميدالية عشان هيك ما وديتوه؟ لا هو كمان لا هو حاط لك اياهم لسه. هو نقطة ثانية، أول شيء عودة لعبة المصارعة إلى مشاركة للدورات ممتازة، وهذه طبعا خطوة أولى لعودة المصارعة للمنافسة. طبعا الكابتن يحيى عنده الميدالية الأبرز في تاريخ الأردن في أسياد 2006 اللي هي عنده فضية آسيا أو فضية الأسياد، وهذا هو إشي منحب إن نعيده وكمان نطلع عنه، ولكن عشان نوصل لإن نعيد المصارعة إلى هذا المكان هلأ اليوم خلينا نبلشها خطوة خطوة. فالخطوة الأولى هي في مشاركة المصارعين، مصارع من كل واحدة من أنواع المنافسة في المصارعة، وهاي هي بداية بحد ذاتها زي ما قال لك الكابتن يحيى، ومنها إن شاء الله لأكثر من ذلك. بس حتى الأسماء يعني اللي كانت مرشحة لسه أكثر من 3، ولكن اليوم هدول اللاعبين إن شاء الله عندهم حظوظ. ولكن زي ما أنت حكيت اليوم لازم نشوف وين المصارعة الأردنية، ومن هناك إن شاء الله بنبني عليها أكثر فأكثر، صح ولا غلط كابتن؟
والله إذا في فلوس ممكن موضوع موازنة قد يكون عائق لتكبير حجم الوفد، يعني ربما يكون عائق. الجواب عندكم مش عندي، ولكن ربما سؤال الأبرز بحاول أسأله أنا لكل مشاركة، وخاصة إنه المكافأة المادية مهمة لتحفيز اللاعبين. تتفق معي في هذا الكلام ولا لا؟ هل هناك مكافآت مالية بالنسبة لمن يحصل على أي لون من الميداليات؟ مالك أخذت نفس؟ نعم هناك مكافأة مالية. لا لا لا، هنا عم بقول لك لا لا، هي مسجلة أصلا. نحن من أكثر من أربع دائما، ما هو لما يجي موضوع الفلوس كابتن، أنا بمزح معك دائما، بحب لا كابتن بهذا الموضوع وأنا كابتن بالنسبة لهذا الموضوع في عنا لوائح في اللجنة الأولمبية تأخذ فيها قرار تقريبا من 5 سنوات. نعم. وهي لوائح للمكافآت المادية. هلا اللي راح أقول لك إياه، قد ما في منافسات بطلت تعرف أي واحدة أي فأي حجم المكافأة، ولكن زي ما أنت حكيت هو حافز للاعبين، بس دائما نحن نؤمن أنه مش مفروض يكون الحافز الأساسي، لأنه في أنت حكيت قبل عن تسويق اللاعبين. تسويق اللاعبين مفروض أنه مع الوقت يقدر يجيب للاعبين كتير أكتر من اللي بيقدر يطلعه من المنافسة اللي بيشارك فيها أو من مكافأة هذه المنافسة. هلأ لسوء الحظ موضوع تسويق اللاعب لنفسه وحتى اتحاده واللجنة الأولمبية تحاول في تسويقه، السوق خلينا نحكي السوق الأردني أو المخرج المادي اللي عم بيطلع عند اللاعب حتى في كتير من البلاد العربية ومن حتى من بلاد الأسيوية والأفريقية مش زي اللي موجود في كتير من بأوروبا وبشمال أمريكا. نعم. فهذا اللي نحن بنطمح له، نطمح أن نضع اللاعب في مكان يقدر منه يسوق نفسه. الألعاب هي أحد هذه الأماكن. اليوم رياضات زي رياضة 3-on-3 لأنها رياضة كبيرة جدا كرياضة جماعية بتقدر تعطيهم فرص لهذا الموضوع. وللعلم زي ما قال لك الكابتن يحيى أبو طبيخ، اليوم هدول اللاعبين رح يحتكوا مع لاعبين من أفضل لاعبين العالم في المصارعة، وهذه بتعطيهم فرصة لهذا الموضوع. وإذا نجحوا في هذه المنافسات أو أدوا منافسة ممتازة بيفتح هذا الباب لأنه نسوق لاعبين أكثر بأكثر من هذه الرياضة. كابتن ناصر، بالتأكيد لكل مشاركة في هدف، هدف لعدد الميداليات، خاصة أنه في النسخة الأولى في مكة المكرمة كان في أعتقد 4 ميداليات أو 5 ميداليات، في نسخة 2013 النسخة الثالثة 4 ميداليات، في النسخة الأخيرة في باكو أذربيجان 15. ما هو الهدف الموضوع في هذه المشاركة؟ بدك هدف عدد ولا بدك إيش الهدف من المشاركة؟ لأنه الهدف من المشاركة هو الأهم من الهدف من العدد. الاثنان. فأنا رح أقول لك الهدف. أوكي. هلا لو الهدف كان الميداليات الرئيسي كان شاركنا بالمنتخبات الأولى لكل الألعاب المختلفة، هذا مش اللي نحن عم نعمله. يعني أنت عندك اليوم بكرة رح تبلش عندك منافسات التايكوندو، نحن عم ننافس بلاعبين ممتازين وعندهم فرص، ولكن هذا المكان هو لأن نكتشف القدرة اللي موجودة عندهم لمشاركات أكبر. نعم. فأنا بقدر أقول لك أنه لسه لو كان الهدف الرئيسي هو الميداليات، فعندك لاعبين عندهم ميداليات أولمبية بيقدروا يشاركوا بهذه المشاركة. فالهدف الرئيسي اللي موجود اللي وضعته اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية هو أن نحاول نجيب أعلى عدد من الميداليات عشان نشوف وين هذه الرياضات موجودة، ولكن أن نشارك في رياضات إلها مش مشاركة من زمان كمان وعندها قدرة وأثبتت أنها عندها رياضيين قادرين. نعم. مثال عندك الكيك بوكسينج، وكل رياضة عندها هدف مختلف من هذه المشاركة. نعم. وعندنا هدف مشترك معهم مختلف. مثلا رياضة التايكوندو كان الاتفاق هو بأن بدنا نشوف بعض من اللاعبين اللي صاروا ينافسوا على مستوى دولي شو، ولكن لسه ما وصلوا خلينا نحكي للمستوى الأولمبي، هل هم جاهزين لهذا؟ ربما أيضا المنتخب الأول للتايكوندو عندك لاعبين يتحضر الجائزة الكبرى أكبر، وهناك فرصة أيضا لإعطاء صحيح. المجال للاعبين الشباب. صحيح. يعني ما إلها نقاط صحيح. كثيرة في التصنيف، واللي هي عندها نقاط
والا وكل اللاعبين التايكوندو المنتخب الاول اللي هلا عم بيشتغلوا على تاهيل الاولمبي كمان معظمهم صاروا مستخدمين كل يعني النقاط اللي بيقدروا يجمعوها زي النقاط اللي موجودين بالجي 2 بطوله الجي 2 اللي هلا نحن مشاركين فيها. بالمقابل عندك فريق الكاراتيه جاي بالمنتخب الاول وعندك المنتخب الاول للكيك بوكسينج، فيعني في اختلاف بشكل المشاركه من قبل كل اتحاد. راح ارجع لك بعد قليل في سؤال عن الالعاب القتاليه اللي احنا مصنفين في المنطقه ككل بان احنا الاقدر في على جلب الميداليات المختلفه الالوان في منافساتها، ولكن بدي اعود ايضا للكابتن يحيى ابو طبيخ. كابتن يحيى، يعني سمعت استاذ ناصر المجالي يتحدث عن انه المكافآت موجوده والميداليات، يعني الهدف هو المشاركه الاكبر وايضا اصحاب اللي عليهم العين انهم يحققوا انجازات، لكن المصارعه بدها تحط بصمه، وضعت بصمة في الرياضة الأردنية، ولكن تحتاج إلى وضع لمسات قوية كما وضعت مثلا رياضة التايكوندو والكاراتيه في المحافل الخارجية. الآن كيف تنظرون إلى المنافسات ومن أجل أيضا تثبيت المصارعة كرياضة متميزة في الأردن؟ كابتن، أنت بجوز لاحظت يعني الاتحاد فترة الأخيرة أقام بطولة، يعني كان تنظيمها تنظيم عالمي، يعني بس عشان نشر اللعبة وتوسيع القاعدة. صراحة يعني كانت من أفضل البطولات اللي أنا بشوفها على مستوى الأردن، يعني بطولة على مستوى آسيوي، تنظيم آسيوي. فهاي البطولات إحنا بتهمنا كثير، تعرف كابتن، عشان نعمل قاعدة ونقدر نختار لاعبين مميزين مواهب. هسا بالنسبة لشبابنا، طبعا الاتحاد ما قصر، عسكرنا تقريبا مدة 20 يوم في مركز الإعداد الأولمبي تحضير للبطولة هاي التضامن الإسلامي، وشبابنا ان شاء الله يعني عملوا مجهودهم وان شاء الله تعبهم ما بروح هدر ان شاء الله باذن الله، وبحققوا الانجاز هون بنرفع نتمنى لكم التوفيق كابتن ان شاء الله. نعم كابتن يحيى، نتمنى لكم التوفيق وسلامنا لجميع اعضاء لاعبين المصارعه وايضا البعثاء الاردني المتواجد لديكم. كنت معنا عبر سكايب من قونيا التركيه، من قونيا الى انطاليا، حيث ينضم إلينا الدكتور علي أبو زمع مدرب منتخب المبارزة، ينضم إلينا عبر سكايب. مساء الخير دكتور. مساء النور كابتن مهند، حياك الله. حياك الله كابتن، شو بتسوي في أنطاليا؟ والله زي ما أنت عارف سيدي، يعني بتحضر لدور التضامن الإسلامي، راح تكون في قونيا إن شاء الله الأسبوع القادم، ويعني خلالك بنشكر اللجنة الأولمبية الأردنية جميع طواقمها صراحة على دعمهم وتعاونهم وتواصلهم في تسهيل كل أمور المطالبات الأساسية صراحة في تجهيز كل أمور مرتبطة بهاي المشاركة. طيب كابتن علي، عم بتشارك بست لاعبين وست لاعبين منهم لاعب اللي هي رؤى المجالي في سلاح الإيباي السابر وسلاح الفلوري. المبارزة الأردن تشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في لعبة المبارزة، كيف ما هي حظوظنا وما هي الاستعدادات خاصة بتشارك للمرة الثانية بعد دورة مكة في 2005؟ بصراحة يعني احنا باسم الاتحاد يعني بذلنا قصارى جهودنا واستعداداتنا وتحضيراتنا لهذه الدورة، وآخرها طبعا هذا المعسكر الدولي اللي بضم أربع دول قوية مثل أوزبكستان والسعودية وتركيا والأردن، بحيث انه اللاعبين يعني يحافظوا على مستوياتهم البدنيه والمهاريه ويرفعوا من نواحيهم النفسيه والخططيه، وبالتالي يعني يتكيفوا مع ظروف اللي مشابهه للمنافسه والبطوله، ونتمنى انه كل هالاستعدادات انها تتوج بنتائج طيبه يعني تليق بلعبة المبارزة الأردنية إن شاء الله. إن شاء الله. الدكتور علي أبو زمع، يعني كنا حابين ناخذك فترة أطول لكن سوء الاتصال بيننا وبينك يحول دون ذلك، إن شاء الله نتمنى في نشراتنا اللاحقة نكون متابعين لكافة أفراد البعثة بكافة الألعاب الأحدى عشرة المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي. كنت معنا عبر سكايب من أنطاليا تركيا دكتور علي أبو زمع مدرب منتخب المبارزة.
شكرا جزيلا لك. وسؤال الأخير وبأقل من دقيقة أستاذ ناصر المجالي، إحنا منشارك ب 11 لعبة منهم الرماية ومنهم أيضا السباحة، وحزنا على ميداليات عديدة في الدورتين أو الدورات الثلاثة السابقة. الآن كيف تطلعون إلى هذا العدد من الألعاب في هذه المشاركة بالقرية، قرية الرياضيين، والاستفادة المبتغاة من هذه المشاركة؟ شوف، نحن متفائلين جدا بانه في رياضات كثير ما شاركت من زمان معنا، في رياضات لها عم تستثمر وعم بتغير. هي انت شفت المصارعه والتغيير اللي عم بيعملوه على رياضتهم او رياضه المصارعه في الاردن. في عندك رياضات زي رياضه المبارزه وزي رياضه الجمباز عم بينجزوا انجازات على مستويات مختلفه. اليوم بدك تشوف انجازهم على مستوى الدورات. فنحن سعيدين جدا بعدد الرياضات والرماية، وبالرماية بتراب وسكيت. نحن شفناهم بالأولمبياد في الاير بيستل، هلا عم نشوفهم بتراب وسكيت في دورة. فهذا يعني نحن سعيدين جدا في رياضات زمان إلها مش مشاركة بدورات، وفي رياضات عم بتشارك بلاعبين جداد في الدورات. فصراحة يعني ما بقدر أحكي إلا بأن نحن سعيدين جدا بهذا، ومتفائلين إن شاء الله بالمخرجات تبعت هذه الألعاب. أمنيات التوفيق لكافة أفراد البعثة الأردنية في كافة الرياضات. الأستاذ ناصر المجالي أمين عام اللجنة الأولمبية من قونيا التركية، كنت معنا ضيفا عبر الكابتن. إذن بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة الكابتن لهذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع المقبل، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكافة أفراد البعثة في كافة الألعاب. إلى اللقاء.